هناك أشخاص كثيرون يقومون بالانضمام إلى هذا التنظيم المتطرف دون أن يعرف الحقيقة التي كانت قد زرعت في عقولهم والحقيقة التي جاء من أجلها هذا التنظيم. أسباب ودوافع إنشاء المركز: الأعداد الكبيرة بسبب انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق الشرقية. طبعاً ضمن المركز توجد ندوات وحوارات بشكل دولي وأيضاً حوارات رقمية ودروس رقمية أيضاً عن طريق الشاشات المتواجدة في كل قسم وكل مستوى من مستوى المركز. الأمير يعني بقنع الطفل أو بقنع الشاب أنه الجنة عم تستناك بعد طقة الزر الدقمة، طيب ما يروح هو ولا بتكمش بالدنيا؟ ليش بتكمش بالدنيا؟ يعني عاجبه المندي وعاجبه المصاري وعاجبه الدولار؟ Thank you.